كتاب سيرة الأمهات الذي سيكون حاضرا على أرفف المكتبات ومعارض الكتاب عبر المدن والقوافل العابرة للقارات ليلتقي بموكب من الأمهات يزيد عن 50 قامة وأكثر من 50 قلما من كاتبات وكتاب المملكة العربية السعودية يشتركون في كتابة تظاهرة حب وكفاح من سيرة الأمهات. أكيد حول هذا الموضوع وأكثر يسعدنا أن نستضيف في استوديو سيدتي الأكاديمية الشاعرة دكتورة فوزية أبو خالد. أهلا وسهلا بك دكتورة فوزية. حياكم. هلا هلا. أهلا وسهلا. في البداية نرحب فيك بيننا ونبارك لك هذا الإصدار. حين يذكر اسم دكتورة فوزية لابد أن يذكر تواليا أنها صاحبة النضال الممتد في سبيل المرأة وحقوقها. كلمينا أكثر عن فكرة كتاب سيرة الأمهات. حياكم الله أنتم متحديكم. الحقيقة كتاب سيرة الأمهات هو مثل ما تقريبا قلتي في الاقتباس أنه هو يعني يتحدث عن حياة الأمهات. أنا أعتبره أنه وثيقة اجتماعية عن حياة الأمهات، عن حياة المجتمع، عن حياة المملكة العربية السعودية كوطن تاريخا وحاضرا ومستقبلا، وأيضا هو في نفس الوقت شهادة شعرية لأنه اللي كاتبين ومشاركين في كتابة سيرة الأمهات يعني هم 52 كاتبة وكاتب، ومعظمهم يعني كتاب بروفيشنال أو أكاديميين بروفيشنال يعني مهنيين أو محترفين أو حتى هواة بالمعنى الشغفي، يعني كلهم ناس يمتلكون ملكة الكتابة. فعشان كذا هي فيها انها شهاده شعريه لانه فعلا في هذا يعني الحديث عن او الكتابه عن سيره الامهات بهذا النفس الشعري، في نفس الوقت هي تشكل وثيقه اجتماعيه لانها فيها حقائق ووقائع يوميه من المعاش اليومي للامهات في اجيال متعدده وفي كل مناطق المملكه. يعني ما يميز هذا الكتاب انه يتكلم عن سيره الامهات في شرق المملكه وفي غربها وفي جنوبها وفي شمالها، يتحدث عن الام في الاحساء، يتحدث عن الام في جبال الثروات، يتحدث عن الام في الجوف، في حايل، في مكه المكرمه، في منطقه الحجاز، في نجد، يعني يتحدث عن شريحة أو طيف واسع من الأمهات في مناطق المملكة المختلفة من خلال طبعا أبنائهم أو بأقلام بناتهم وأبنائهم. نعم. ما شاء الله دكتورة، أنا أشوف الكتاب يعني ما أقدر أسميه كتاب، أشوفه زي المجلد. إيش مختصر محتوى اللي فيه؟ أوكي. الكتاب مثل ما قلت الكتاب فيه مقدمة سوسيولوجية أنا كتبتها بحكم تخصصي في علم اجتماع المعرفة وعلم اجتماع السياسي، ودخلت فيها في شيء يعني فرع معرفي اجتماعي جديد يعني في السوسيولوجي جديد اسمه علم اجتماع الأمومة، ما هو موجود عندنا في المملكة ولكنه تأسس تقريبا في جامعات العالم خصوصا أمريكا وإلى حد ما يوروب وأستراليا. تأسس فيها هذا علم الاجتماع الأمومة تقريبا من حوالي 30 سنة، يعني وبدأ مع موجة ما بعد الحداثة اللي هو اتجهت العلوم المعرفية يعني بالمعنى العلمي إنها تبحث نظريا وميدانيا في الشرائح الاجتماعية اللي عادة تكون مهمشة، مع أنه هي تعتبر السباين أو الباك بون يعني بمعنى العمود الفقري للمجتمعات، ولكن يعني بجهدها أو كقوة اجتماعية، ولكنها دائما عندما يأتي لموقعها في المجال المعرفي علميا أو في المجال الأدبي أدبيا نلاقي أنها نبحث عنها نلاقيها شخصيات مهمشة منها الأمهات. يعني نحن بقدر ما أنه قديش كلمة الأمهات مرتبطة بكل شيء نبيل في الوجود، ولكن عندما تبحثي عنهم في الدراسات في الأدب إلى كذا، إذا كان
كثير لقيتي بالكثير إذا لقيتي عنهم يعني أحد يتكلم عن الأمهات من ناحية عاطفية، أمي أمي ما أحلاها، يعني أمي التي تغطيني، أمي اللي تدعي لي، أمي اللي تأكلني اللي تشربني، بس إنه لا كذوات اجتماعية ووطنية وكذوات شاعرية ما عندنا، ما في هذا التناول. فأنا في المقدمة تناولت هذا الأمومة أو الأمهات من هذه الناحية، يعني تناولت الأم الأمومة كمؤسسة اجتماعية، الأمومة كهوية ذاتية للأم، والأمومة طبعا كتجربة فردية للنساء الأمهات. أو للأمهات يعني. فهذه المقدمة الأولى. في مقدمة ثانية كتبها طبعا مفكر عظيم بالمجتمع السعودي اللي هو الأستاذ عبد العزيز الخضر، هو طبعا معروف كإنسان يحلل تحليل عميق من خلال كتابه، وعنده طبعا أعمال أخرى اللي هو السعودية سيرة دولة ومجتمع، فهو أعطينا النصوص وأيضا عمل لها قراءة تحليلية بحيث أنه كل سيرة أم ما هو موقعها في المسار الاجتماعي والسياسي للمجتمع السعودي. بعد كذا ندخل على بقية المجلد على قولك، أو مجلد أو سفر الأمهات أنا أسميه. في سفر الأمهات كل يعني اخترنا زي ما قلت 52 كاتبة وكاتب، وكل واحد تكلم عن أمه. وأنا طبعا لما يعني بادرت إلى فكرة الكتاب، يعني هي فكرة الكتاب مستوحاة الحقيقة، ما أقدر أدعيها مسروقة، أنا منتحي لفكرة الكتاب، مقتبسة منها، لا منتحلتها، سارقتها من حمل أمي. الله الله. من وحم أمي، من جهاد أمي اليومي، من شغف أمي المعرفي وحبها للعلم. فمن هنا يعني جاتني هذه، ألهمتني فكرة الكتاب. فيعني الكتاب اللي موجودين هنا كلهم تحدثوا عن أمهم من خلال المعنى الملهم للأمومة، وتحدثوا عن أمهاتهم بالمعنى الكفاحي اليومي، كيف شافوا أمهاتهم، كيف كانت حياة أمهاتهم. بعض الأمهات كانوا يقضوا يعني يعني حياتهم بين الحقل، بين حقل الزرع مثلا الزراعة وبين حقل الأمومة. بعض الأمهات بين كمجتمع، نحن في الأساس مجتمع يعني نعتمد على الاقتصاد الرعوي، عاشوا أيضا في الصحراء. بعضهم تفاجئوا فرح تكونوا إن هالمرأة ولدت على رمل وقامت بقامة سامقة من ولادتها على كثيب رمل وواصلت مسيرة الحياة. واحدة منهم تقول أمي كانت أخذت انتبذت مكان قصي يعني استلهاما لقصة مريم عليها السلام، أنه انتبذت مكان قصي وراحت هي وأخوي الصغير ورجعت ثلاثة، يعني راحت ولدت في الصحراء لوحدها. فيعني هذا الفعل اللي هو فعل الولادة بنشوف فيه أكثر من فعل الولادة، بنشوف فيه فعل الحياة، الإصرار على العمران البشري. فكل نص من النصوص الحقيقة والمشاركين فيه كتبوا بهذا البعد وبهذا الوهج. جميل. في سيرة الأمهات. يعني أنا مرحبة أسمع لك دكتورة فوزية، وفعليا مو حابين أنه إحنا مثلا نتناقش أكثر، حابين إحنا نسمع أنت قد إيه بتتكلمي وقد إيه أصلا كلامك حلو، لأنك بتحكي عن شيء رائع جدا في الحياة. يمكن لو كلنا لو كتبنا قد المجلد ده 3-4 آلاف مرة ما هنوفيهم حقهم. بس أنا حابة أسألك ليه تحديدا الأم، يعني دور الأم أكيد عارفين إنه هو عظيم، بس إيش حبيتي أنت دكتورة فوزية بخير تخصي الأم؟ والله أنا عموما في مسيرتي، سواء مسيرتي الأكاديمية أو مسيرتي يعني كمستشارة في الأمم المتحدة في فترات يعني مختلفة، وفي مسيرتي ككاتبة، كنت دائما يهمني الذوات المهمشة. وأعتقد النساء مثل ما تفضلت ريم في بداية الحديث، أنه النساء الفقراء
الشعراء، الأطفال، يعني الأمهات، كل الناس اللي لهم في حياتنا، إنه الحياة ما تمشي بدونهم. صحيح. لكنهم ما هم موجودين في المشهد الإعلامي بقوة، ولا في المشهد حتى المكتوب بقوة. فأنا أردت أني أنقل سيرة الأمهات من الشفهي اللي قابل للمحو إلى المكتوب القابل للخلود. صحيح. طب دكتورة فوزية، ذكرتي عن التحولات الاجتماعية طبعا على مختلف المستويات للأمهات خصوصا عندنا هنا يعني بالمملكة، قلتي تكلمتي عن المناطق المختلفة والأمهات وكيف أنهم كافحوا وكيف أنهم ربوا أجيال وطلعوا ناس يعني إحنا نفتخر فيهم كثير، فنبغى نعرف كيف وصفتيهم في كتابك. الحقيقة يعني ما يعني ما هو حكاية أنه وصف، يعني أنا فاهمة تماما سؤالك، قصدك أنه كيف قدرتي أنه أو كيف قدر هذا الكتاب، لأنه على فكرة مجهود مشترك وهذا اللي يخليه قدر، يعني يمكن لو مجهود فردي ما كان قدر. كيف أنه الكتاب هذا غامر واجترح وتجرأ على أنه يقول أنا أبغى أتعرض لهذه لسيرة الأمهات بأبعادها المختلفة. صح. فهذه أعتقد أنه يعني يأخذ كريدت فيها أو يأخذ يعني زي ما تقولوا أجر عليها إذا صح التعبير، أو يأخذ زهوها، يأخذ زهوها أنه أنه كل كاتب بس حاول بصدق أنه يكتب، نتوخى الصدق طبعا، الصدق ضمن الضوابط الاجتماعية، لأنه ما في أحد رح يقدر يكتب بكل، نظرا أيضا نحن بنكتب في ظرف اجتماعي معين وفي عقليات وفي إطار يعني ما قصدي عقليات تقليل من عقليات، في إطار تفكير معين بيخلي الناس صحيح. إنها تتحفظ في إنها تكون، خصوصا عندما تأتي لكتابة السيرة سواء سيرة ذاتية أو سيرة مكتوبة عفوا عن الآخر بشيء تحفظ. فالسؤال إنه كيف إنه هذه التموجات طلعت من توخي فعلا بقدر الإمكان الحساسية الشديدة والصدق الشديد مع الذات ومع المجتمع للكتابة عن هذه. فأنا يعني لما الكتاب هذا كان أول شيء، أما لما كنت عمري 14-15 سنة وأنا كنت أكتب في عكاظ عمود يومي اسمه قطرات، كنت عندي هاجس أني أبغى أكتب كتاب عن الأمهات، بس كان وقتها ما يتجاوز أنه يكون كتاب زي مثل ما قلت قبل شوي أمي ما أحلاها، أو في أقصى درجات الإبداع كنت أفكر أنه يكون زي ست الحبايب حقت قصيدة حسين السيد اللي غنتها فايزة أحمد، يعني أنام وتسهري بهذا المعنى، أنه فقط يكشف عن تعب الأم وكذا. بعدين في مرحلة لاحقة بدأت أفكر أنه لا، الأمومة لها وسيرة الأمهات لها أبعاد أكبر نبغى نظهرها. يعني كمان نحن عندنا هنا عندنا مواجهة، يمكن الواحد لما هو بيكتب أنه الأمومة هي دائما في المقدس، هي الكمال في الناقص، يعني نحن رمز الكمال عندنا بعد الكمال الإلهي لله سبحانه وتعالى، الكمال الإنساني إذا صح نلاقيه في الأمومة. فأنا فكرت أنه لا، أنه يعني يمكن ما هو فقط يبغى لنا نتناولها من ناحية عاطفية، ولا فقط من ناحية كدور في المجتمع تقديسية، نتناولها بكل الأبعاد. طبعا بكل الأبعاد اللي هي أنه في الأم القامعة، ليش هي قامعة؟ في أمهات تساهموا في أنه بناتهم يتزوجوا صغار. صحيح. في سن دون السن القانوني إذا صح التعبير، في أمهات قمعوا كاتبات، في أمهات قمعوا بنت تبغى تدخل طب، يعني في أمهات تبنوا دور المجتمع. فأيضا أنا كان أبغى أوري التموجات، واللي لقيته يا بنات في، يعني إذا كان نبغى نقول خلاص، لقيت أنه في مشتركات بين الأمهات الحقيقة
بأيا كان، بحنانهم المتدفق، باللي تبنت موقف المجتمع، باللي تبنت مواقف متمرد على المجتمع، فربت بنت متربية متمردة يعني مثلا صحيح. مثل ما فعلت أمي أنها خلت بنت متمردة بالمعنى الإيجابي، بالمعنى التي لا تقبل بالإعاقات بالتحديات بالفعل. يعني تواجه التحديات. وفي طيف عريض من الأمهات كذا يعني، مع أنه ما انكتب عنهم يعني. فكنت أبغى، أو بقدر الإمكان حاولنا أنا واللي كتبوا هذا الكتاب من زملائي وزميلاتي، وأوجه لهم جميعا تحية من هذا المنبر، أنه نكتب عن الأبعاد المتعددة للأم، ومنها وأهم بعد منها الأم كرمز للوطن. أكيد. يعني خير ما ختمتي فيه دكتورة فوزية، فعلا كتاب مشوق. لكن يمكن قبل ما نختم معاك هذه الفقرة، حابين بس نعرف وين ممكن نلقى هذا الكتاب، أو المشاهدين إذا حابين يقرونه. يعني احنا عملنا يوم الجمعة الماضية يوم 6 نوفمبر، الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ودعوات والدتي الله يرحمها الشريفة نور الهاشمي، عملنا في المكتبة التراثية يعني بموافقة على المبادرة من الأستاذ سليمان اليحيى صاحب المكتبة التراثية، أيضا أوجه له تحية. عملنا توقيع للكتاب، وتفاجئ يا بنات يعني، يليت في صور الناس كذا واقفين طابور طويل، وكل واحد حامل الكتاب، كتاب الأمهات. يعني أنا حسيت قديش كان الحقيقة، ما حسيت بفخر ذاتي بقدر ما حسيت بامتنان لله سبحانه وتعالى أنه وفقني لهذه اللحظة اللي الأمهات فيها يكونوا حاضرين في الفضاء العام. صحيح. اللي كانوا دائما محاصرين في الفضاء في الفضاء المنزلي فقط. فنحن وقعنا الكتاب في المكتبة التراثية، هو موجود في المكتبة التراثية، وأرجو أنه ما حد يقاضينا على الإعلان المجاني وموجود بإذن الله راح يكون في مكتبات أخرى، في مكتبات أخرى في كل أنحاء المملكة، وبإذن الله في خطة يكون في توقيع كتاب قريب في المنطقة الشرقية وفي مناطق أخرى. ما شاء الله. كل التوفيق. كل التوفيق دكتورة فوزية أبو خالد، وإحنا نتمنى لك أكيد كل التوفيق. شكرا لك. أنا اللي شاكرة لكم جدا هالباقة الجميلة من الصبايا الأمهات. مو الكل دكتورة، مو الكل. يعني الكل مشروع أم. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك يا دكتورة. مشاهدينا لا تنسون تتفاعلون معنا على هاشتاق البرنامج، برنامج سيدتي. فاصل من بعد مكملين.